بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدأنا في الدرس السابق الحديث عن المعرب والمبني، وقلنا إن الأصل في الكلمات العربية الإعراب من حيث الجملة، من حيث العموم. الأصل في الكلمات الإعراب، والبناء فرع عن الإعراب في طبيعة، في سنن الكلمات العربية. بما أن الكلمات ثلاثة: أسماء وأفعال وحروف. بدأنا بالأسماء وعرفنا في الدرس السابق أن الإعراب والبناء يدخلان في الأسماء، والأصل إيه؟ الإعراب، وهذا بالإجماع لم يخالف فيه أحد إلا ابن خروف في شرح الجمل، حاول قليلا أن يدعي أن البناء هو الأصل في الأسماء، حاول ولكنه وافق الجمهور ووافق الإجماع في نهاية المسألة. إذن مسألة متفق عليها، الإعراب في الأسماء هو الأصل. ابن مالك بدأ بالمبني، لماذا بدأ بالفرع؟ والمنطق أن يبدأ بالأصل. قالوا لأن المبني قليل أمره، مسائله قليلة، وبالتالي المبني من الأسماء مرتبط بالعلل، علل البناء مرتبط بالأسباب، فيذكر المبني بأسباب البناء وإلله، ثم يؤتى إلى المعرب فيقال المعرب ما عدا ما سبق. وهذا ما فعله ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، إلى أن قال في البيت الذي نعيش معه الآن: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. الواو في أول البيت تحتمل أن تكون عاطفة، يعني من باب عطف الجمل، عطف على الجملة الكبرى وليس على الجملة الصغرى. البيت الأول في الباب: والاسم، الواو هنا استئنافية قولا واحدا، منه معرب ومبني. ثلاثة أبيات كلها عبارة عن جملة واحدة: الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار الصلة. ومعرب الأسماء، إذن ومعرب الأسماء معطوف على جملة والاسم، عطف على الجملة الكبرى، ويجوز أن تكون استئنافية. انتهى من مسألة المبني، فاستعنف كلاما جديدا فيما يتعلق بالمعرب. معرب الأسماء مبتدأ وهو مضاف، والأسماء مضاف إليه، وهذه الإضافة في الظاهر من إضافة الموصوف إلى الصفة. أصل الكلام: والأسماء المعربة، معرب الأسماء أصله الأسماء المعربة، فأضيف الموصوف إلى الصفة. ويمكن أن نقول تقدير الإضافة ومعرب الأسماء، أي والمعرب من الأسماء، والمعرب من الأسماء. معرب الأسماء مبتدأ، وأين الخبر؟ بقية البيت: ما قد سلم من شبه الحرف، هذا هو الخبر. كأرض وسمى أيضا متعلق بإيه؟ متعلق بماذا؟ على أن الكاف تتعلق، ممكن نقول متعلق بشبح أو متعلق بمهزوف. ما قد سلم، ما هذه يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي،
فجملة قد سلم من شبه الحرف كأرض وصمة جملة السلة لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة، بمعنى ومؤرب الأسماء شيء صفته قد سلم من شبه الحرف كأرض وصمة. والألف في سلم ألف إطلاق، ليس ألف تسنية، الضمير يعود على المفرد. قد سلم الألف للإشباع أو للإطلاق من شبه الحرف، وقد عرفنا معنى الشبه وأنواع الشبه في الدرس السابق. ثم قال كأرض وصمة، هذا تمثيل، هذا إيه؟ تمثيل. ويجوز أن يكون تكملة للتعريف، يعني قيد في التعريف، لأن من الأسماء ما لا يشبه الحرف في أي جهة من الجهات لكن ثبت عن العرب بناؤه. إذن كأن هناك مبني حقه أن يكون معربا، لكن العرب جعلوه مبني. وكذلك العكس، مثلا عندي كتابي المضاف إلى ياء المتكلم كما سيأتي في باب الإضافة، فيه ثلاثة أقوال. قول الجمهور هو معرب، إعرابه تقديري. القول الثاني مبني، وهو سالم من شبه الحرف، ومع ذلك قيل بأنه مبني. والقول الثالث لا هو مؤرب ولا هو مبني، لابن جني منزلة بين منزلتين. إذن إذا رأينا أن هناك أسماء ثبت عن العرب بناؤها وليس بينها وبين الحروف أي مشابهة، جعلنا كأرض وصمة أيدا في التعريف، بقية التعريف يعني بشرط أن يكون كأرض وصمة. ما معنى كأرض وصمة؟ يعني بشرط أن يكون آخره، بشرط أن يتداول أو أن يتعاقب على آخره علامات الإعراب، علامة الرفع والنصب والجر، لا يكون آخره ملازما لحالة واحدة، ولربما هذا يكون أدق. والظاهر الذي عليه الشراح أنه تمثيل. وذكر ابن مالك مثالين للمعرب ليشير إلى أن الإعراب على نوعين، الإعراب هناك إعراب لفظي وهناك إعراب تقديري. الإعراب اللفظي هو ما يظهر، ما تظهر العلامة، ما يظهر فيه علامات، ما يظهر في الكلمة علامات الإعراب، يسمى إعراب لفظي. جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد. وصلت؟ هذا هو الإعراب اللفظي، وهو يكون بالعلامات الأصلية وبالعلامات الفرعية. جاء أبوك، رأيت أباك، سلمت على أبيك. النوع الثاني الإعراب التقديري، وسنتحدث عنه بالتفصيل، له مواضع في الأسماء ومواضع في الأفعال. أرض إشارة إلى الإعراب اللفظي، هذه أرض، دخلت أرضا، مررت بأرض. وصمى بضم السين وفتح الميم والألف المقصورة لغة في الاسم، اسم ورد عن العرب فيه عشر لغات وزاد على ذلك بعض اللغويين. تجدون هذه العشرة في الشروح المطولة كشرح الأشموني، لأن منهجنا ألا نبتعد عن الكتاب كثيرا، نكتفي بما في الكتاب وأنتم توسعون المعلومة بالمراجعة والمذاكرة. أننا إذا فتحنا الدائرة فلا نستطيع أن نكمل شيئا، كل درس يأخذ أيام. كأرض وصمى، صمى اسم مقصور مثل نهى. إذن هذه ممكن أقول إيه؟ هذا صمى زيد،
وهذه اللغة تؤيد قول البصريين في أن الاسم مأخوذ من السموم. يعني هو معتل اللام، حذفت اللام وأويد عنها بهمزة الوصل في الأول. سما جاء على الأصل، أصله سمو، فقلبت الواو ألفا على وزن فعل. إذن أقول هذا سماك، يعني هذا اسمك، مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة. ذكرت سما الله، ذكرت سما الله، يعني ذكرت اسم الله، منصوب علامة نصبه إيه؟ الفتحة المقدرة. أثرت على سما الله، مجرور علامة الجر الكسر المقدرة. قال العلامة المكودي إنما أخر المعرباء، إنما أخر، من الذي أخر؟ ابن مالك. وإن كان الأصل تقديمه، وإن كان الأصل تقديمه، ولا نقول ولكن، وإن كان الأصل تقديمه، يعني أين اسم كان وأين خبرها في هذا السياق؟ هل أصل هو الاسم وتقديمه خبر، ولا الأصل هو الخبر وتقديمه اسم مؤخر؟ والله يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، والمعنى هو سيد الموقف. نحدد الاسم والخبر بالنظر إلى المعنى. وصلت؟ ويجوز أن نقول وإن كان الأصل تقديمه، سيأتي في باب المبتدأ والخبر. لماذا كان الأصل تقديم، لماذا كان الأصل تقديم المعرب؟ قال لأن المبني محصور فيما ذكر، لأن المبني محصور فيما ذكر. وفي هذا الحصر نظر. ابن مالك حصر، ابن مالك أصلا كما قلت لكم لا يدل كلامه على حصر أنواع الشبه. قال ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه، هذا أسلوب تمثيل لا يدل على الحصر كما قلت لكم. لكن الشيخ المكودي فسر عبارة الشيخ ابن مالك على الحصر، يعني المشابهة بين الأسماء والحروف محصورة في الأربعة: الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه الاستعمالي، والشبه الابتقار. هذا في فهم الشيخ المكودي، وفي المسألة بعض الخلاف. عندما تقرأ في المطولات تجد من جعلها خمسة ومن جعلها سبعة، بل منهم من جعلها 25. العلامة ابن الفخار النحوي صاحب شرح الجمل جعلها 25. ولا يغيب عن بالكم الكتاب المستقل في الباب، الشيخ الأكبري أبو البقاء، أبو البقاء الأكبري وضع كتابا مستقلا في هذه المسألة اسمه يا شيخ عبد الله اللباب في علل الإعراب والبناء. طبعا علل الإعراب يتعلق بالأفعال لأن الأصل في الفعل البناء. طيب إذا أعرب لابد أن يكون للإعراب إلا علل الإعراب، والأصل في الاسم أن يكون معربا، فإذا كان مبنيا فلا بد أن يكون للبناء إلا علل البناء. كتاب في مجلدين وموجود على النت محمد، إن لم تكن قادرا على شرائه فحمله وقرأ. اللباب في علل الإعراب والبناء. قال لأن المبني محصور فيما ذكر، فيه نظر. إذا أردت أن تعرف هذا النظر وتعرف ما في المسألة فراجع المطولات كالتزييل والتكميل والمقاصد الشافية للإمام الشاطبي الفقيه النحوي.
وقوله قول ابن مالك ومعرب الأسماء ما قد سلم. ما معنى هذا التركيب؟ يعني أن ما سلم من شبه الحرف في الأوجه المذكورة أي الأربعة السابقة هو معرب. هذا تعريف بالنفي، نوع من أنواع التعريف. المبني هو الاسم الذي أشبه الحرف في وجه من الوجوه الأربعة، والمعرب بخلاف ذلك. المعرب ما يتغير حال آخره بسبب الأوامل الداخلة عليه، هذا معرب. طيب والمبني بخلافه، أو نقول المبني هو ما أشبه الحرف شبها قويا والمعرب بخلافه. وهذا يعمل إشكالية في الطالب المبتدئ. أحيانا يكتب هذا في الكتاب كشرح القطر، المعرب ما يتغير حال آخره بسبب الأوامل الداخلة عليه، والمبني فآتي في الامتحان فأقول أذكر تعريف المبني كما ورد في الكتاب، تقول إيه المبني بخلافه. إذا رأيت هذا الأسلوب معناه أن تأخذ التعريف السابق فتنظر إليه، إن كان مثبتا وضعت في أوله أداة النفي، وإن كان منفيا حذفت أداة النفي. المعرب ما يتغير حال آخره بسبب الأوامر الداخلة عليه، هذا هو التعريف. هذا التعريف مبني على النفي ولا مبني على الإيجاب؟ على الإيجاب، على الإثبات. إذن أقول المبني ما لا يتغير، نفس التعريف وأضع عند الفعل حرف النفي. طيب المبني ما أشبه الحرف شبها قويا في وجه من الوجوه الأربعة، هذا التعريف بالإيجاب أو بالنفي؟ إذن المعرب ما لم يشبه الحرف، مفهوم الكلام؟ وعلى هذا فقس. ولما كان المعرب على قسمين، ظاهر الإعراب ومقدره، أتى بمثال ظاهر من الإعراب وهو أرض، ومثال من المقدر وهو سما مقصورة، وهي لغة من اللغات الواردة في الاسم. نعم، ظاهر الإعراب ومقدره بدل من قسمين. وهو أرض ومثال من المقدر وهو سما مقصورا وهي لغة من اللغات الواردة في الاسم. الكلام واضح؟ ثم قال انتقال من الأسماء إلى الأفعال، انتهى مما يتعلق بالأسماء من الإعراب والبناء، ذكر المبنية وذكر المعرب وتصورنا كل منهما، ينتقل الآن إلى الأفعال. ففي الأفعال المعرب وفيها المبني. قال وفعل عمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا. وفعل عمر، الواو تحتمل أن تكون عاطفة على الجملة السابقة وتحتمل أن تكون استئنافية. فعل أمر مبتدأ وهو نكرة. طيب ما سو ما أي شيء سوغ الابتداء بالنكرة؟ التخصيص. ولا يخفى عليكم أن المضاف إلى النكرة نكرة، كما أن المضاف إلى المعرفة معرفة.
كما أن المضاف إلى الشيطان شيطان، والمضاف إلى الصالح إلى الولي ولي، وفعل أمر مبتدأ ومضي يجوز الوجهان في ضبط هذه الكلمة في إعرابها، يجوز أن نقول ومضي بالرفع ومضي بإيه؟ بالجر. وما وجه الجر؟ عطف على أمر أو جر بالمضاف المحذوف. يعني أصل الكلام وفعل أمر وفعل مضي، أصل الكلام وفعل أمر، هذا مصطلح جديد على الناس وإن كان موجودا في الألفية، يعني كما نقول الفعل الماضي بالتركيب الوصفي يجوز أن نقول فعل مضي بالمضاف والمضاف إليه والمعنى واحد، مثل فعل أمر. وفعل أمر ومضي أصله وفعل مضي، فحذف المضاف وبقي المضاف إليه مجرورا على الشذوذ، وسنأخذ هذا في باب الإضافة. إذا قيل أي الناس شر قبيلة، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أصل الكلام أشارت إلى كليب، حذفت أداة الجر وبقي المجرور على حاله، لكن هذا مبني على السماع لا ينقاص، ومن هنا يكون هذا التوجيه، توجيه الجر على هذا ضعيف. الأقوى أن نقول معطوف على إيه؟ على الأمر. والعطف طبعا يقتضي الاشتراك، يقتضي، فيكون بين الأمر والمضي اشتراك في كلمة فعل. والفعل طبعا اسم جنس يطلق على المفرد ويطلق على المثنى ويطلق على الجمع، مثل مال ومع. إذن هذا هو الأقرب. وأما الضمة فهذا هو الأقيس والأصح، يعني الأصح في ضبط البيت أن نقول وفعل أمر ومضي بالرفع، على القائدة المقيس عليها القائدة المضطردة، إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب وبعض الأحكام. وجاء ربك أصله وجاء أمر ربك عند أهل السنة والجماعة، ومنهم من حمله على ظاهره بتأويل آخر، واسأل القرية أصله واسأل أهل القرية. بني الألف هنا ليس ألف إطلاق، ألف تثنية، ومعرب الأسماء ما قد سلم، الألف هناك ألف إطلاق، أما الألف هنا فضمير يعود على الأمر والمضي. معنى هذه الجملة أن المبني من الأفعال اثنان، فعل أمر وإيه؟ وفعل، والفعل الماضي بلا خلاف متفق عليه في الماضي، الفعل الماضي متفق على بنائه لا خلاف فيه. يعود على الأمر والمضي. هذا ضعيف، ضعيف. أنا قلت قبل قليل يمكن أن نوجه مضي بالجر على أنه معطوف على أمر، فيكون بينهما اشتراك في فعل، وفعل اسم جنس، مفهوم الكلام؟ إذن بني على هذا التقدير يجوز أن يعتبر
يجوز أن ينظر إليه على أنه يعود على، يعني نائب الفاعل يعود على المفرد والألف للإطلاق، يعني بني فعل، بني فعل أمر ومضي. والوجه الثاني الذي عليه المكودي وهو الأقوى يكون الألف ضميرا، الألف ضميرا للمثنى، لأن الأصل في هذا الألف أن يكون ضميرا، وكونه للإطلاق على خلاف الأصل ولا يحمل على الفرع مع إمكان الحمل على الأصل. وصلت؟ يجوز ما قاله الشيخ المحشي ولكنه على خلاف الأقوى. انتهى من المبني من الأفعال فانتقل إلى المعرب من الأفعال. قال وأعربوا مضارعا، أعربوا، واو الجماعة الضمير يعود على من؟ ولا يجوز أن يعود على النحاة، يجوز الوجهات، العرب باعتبار الاستعمال والنحاة باعتبار وضع القاعدة والاستعمال معا. مضارعا هذا على حصف موصوف وإقامة الصفة مقامه، والأصل وأعرب فعلا مضارعا، مثل أن أعمل سابغات، أي أن أعمل دروعا سابغات. وأعرب مضارعا مطلق المبني، الفعل الماضي مبني مطلقا بلا قيد، وفعل الأمر قلت متفق على الماضي، أما الأمر ففيه بعض الخلاف. الكوفيون أو بعض الكوفيين يرون أنه صورة من صور الفعل المضارع، وعلى هذا الأساس فهو معرب إذا كان مضارعه معربا، ومبني إذا كان مضارعه مبنيا، أما الماضي فهو متفق عليه، ولذلك بدأ به وهو الأصل في الاشتقاق وهو الذي لا خلاف في بنائه. ففي الحديث أن الأفعال في النحو هو الأولى بالتقديم من جميع الأوجه، ولا تجد في أي كتاب تقديم المضارع أو الأمر على الماضي، يبدأون بالماضي لأنه الأصل في الاشتقاق وهو الذي لا يكون إلا مبني. لكن بين الأمر والمضارع خلاف، بعضهم يقدم المضارع على الأمر وبعضهم يقدم الأمر على المضارع. من قدم الأمر على المضارع نظر إلى بناء الأمر ودخول الإعراب في المضارع، وبما أن الأصل في الأفعال البناء فالمبني من الأفعال أولى بالتقديم من المعرب، فعلى هذا الأساس قدم ابن مالك الأمر على المضارع، كما صنع مثل ذلك، كما صنع مثل ذلك ابن هشام في شرح القطر، قدم الأمر على المضارع لأن الأمر مبني لا يدخل عليه الإعراب على القول المعتمد. المضارع بالاتفاق يدخل عليه الإعراب والبناء، فالمبني الخالص أولى بالتقديم. أما في الصرف فالمضارع أولى، فالمضارع هو المقدم على الأمر، قول واحد. الأفعال يتحدث عنها في النحو ويتحدث عنها في الصرف. في الصرف يقدم المضارع على الأمر لأن الأمر يؤخذ من المضارع، فلا بد أن يقدم هناك. أما هنا فيجوز الأمر. وأعرب مضارعا إن أريا، هذا تقييد، المضارع لا يعرب إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ الخلو من نون النسوة ومن نون التوكيد. إن أريا من نون توكيد، إن أريا، أريا بمعنى سلم، بمعنى تجرد، بمعنى لن يتصل به، من نون توكيد، نون توكيد مباشر. ما معنى مباشر؟ أي لا يوجد فاصل بين نون التوكيد وبين لام الكلمة، بين نون التوكيد وبين آخر الفعل لا يوجد فاصل، هذا اتصال مباشر. ومن نون إناث،
المضارع لا يعرب إذا اتصل به نون النسوة. تمثيل على نون النسوة، مثل لنون النسوة ولن يمثل لنون التوكيد. قال كيرعنا منفتن، يرع يروع، هذا أصله يروع. وما ماضيه إذن؟ ماضي هذا الفعل مثلث. يعني إيه مثلث؟ ورد عن العرب بثلاثة أوجه، عندي ورعى بفتح الراء، ومضارعه يريعو. وعندي ورعى بكسر الراء، ومضارعه يرع. طيب وعندي ورعى بضم الراء، ومضارعه يرع. ولكل من هذه الوجوه الثلاثة المعاني التي يدل عليها. لكن هذا الفعل الذي معنا هنا يرعنا معناه إيه؟ يخوفنا. يرعنا أي يخوفنا من فتنا، يعني إيه؟ النساء، المرأة عندما تؤثر في قلب الإنسان ويقع في قلبه الحب الشديد لها، يشعر بالخوف منها يشعر بالخوف منها والهيبة، بدرجة أن من الرجال الأقوياء من لا يستطيع أن ينظر إلى عين محبوبته خوفا منها. وصدق الشاعر حيث يقول أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. أهابك إجلالا، يعني أشعر بالهيبة، خاف منك. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، هو يهاب منها يخافها، لكن هي لا تستطيع أن تفعل به شيء، لا تستطيع، ليس لها سلطان عليه. طيب لماذا يهابها؟ قال ولكن ملء عين حبيبها، الحبيب يملأ عين حبيبه بحيث لا يستطيع أن ينظر إليه، يقضي حياء ويقضى من مهابته، ولا يكلم إلا حين يبتسم. سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه. طيب نأتي إلى الشيخ المكودي، قال لما فرغ من مبني الأسماء ومعربها، شرع في مبني الأفعال ومعربها، وبدأ بالمبني منها وهو فعل الأمر والماضي، لأن البناء الأصل في الأفعال. فالماضي مبني على الفتح دائما، ومن الأخطاء الشائعة المتعمدة قولهم الماضي يبنى على ثلاثة أحوال، يبنى على السكون هينا، وعلى الضمة هينا، وعلى الفتحة هينا. هذا على خلاف التحقيق، وقد صدر من النحاة الكبار كالعلامة ابن هشام في شرح القطر، لماذا فعل كبار النحويين هذا؟ خالفوا التحقيق وقالوا هذا تسهيل على المبتدئ، تسهيل على المبتدئ، تقسيم بناء الماضي إلى ثلاثة أقرب إلى الذهن وأسهل. إذن هذا يقال للمبتدئ، لكن الطالب المتقدم لا، الماضي يبنى على الفتح دائما، لكن هذه الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. متى تكون الفتحة مقدرة في الماضي؟ إذا اتصل بآخره ضمير رفع متحرك. وما هو ضمير رفع متحرك؟ ثلاثة أشياء: تاء الضمير، نون النسوة، ناء الفاعلين، ناء الدالة على الفاعل. إذا اتصل واحد من هذه الثلاثة بآخر الماضي يبنى على الفتحة المقدرة، والمشهور أن يقال يبنى على السكون، وذلك على خلاف التحقيق.
عندما أقول فهمت الإعراب فهم فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة، فعل ماض مبني على إيه؟ الفتحة المقدرة منع من ظهورها أها كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ليس بينهن ساكن. وكذلك أقول في فهمنا، وكذلك أقول في رضينا. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. وهل رضيتم؟ العلم والمال لا يجتمعان، فاختر منهما واحدا. لا يجتمع المال والعلم إلا على سبيل الشذوذ والندرة التي لا تجاوز واحدا في المئة. اختر إما المال وإما إيه؟ العلم مع الصدق. العالم مستور ولكنه لا يكون غنيا. وإذا وجدت المال الكثير عند واحد يطلق عليه العالم فالأمر بين اثنين، إما أن يكون متعالم وليس عالما، يعني هو في صورة العلماء ولكنه ليس عالما، الناس يحسبونه عالما كما يحسب الظمآن السراب ماء، وهو في نفسه يعرف أنه ليس عالما لكنه غني. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الشذوذ والندرة، هذا قليل جدا جدا لا يجاوز واحدا بالمئة. العالم مستور فقط. ضع في رأسك كل من أُرِف بالعلم على الحق وليس على الادعاء طلابه أطلقوا عليه العالم، أو هو بنفسه يدعي العلم وهو في الحقيقة عند العلماء ليس بآل. ابحث عن هؤلاء العلماء بحق، من هو الغني منهم؟ 1% مستور فقط. إذا رضيتم من الأغاليط قولهم إيه؟ لا فقر بعد وجود العلم، بل لا فقر بمعنى إيه؟ لا فقر بعد وجود العلم، هذه يعني أغلوطة ليست على الحقيقة. إذا كان المقصود بالفقر يعني إيه؟ ضده، لا يعني إذا كان المقصود بالفقر السراء مقابله، يعني العالم لا فقر بعد وجود العلم، يعني العالم لازم يكون ثريا، وهذه هي ظاهرة، وهذا هو ظاهر العبارة، وهذا خطأ. بل لا غنى بعد وجود العلم، يعني بالمال الكثير، العالم مستور فقط. ومن أبواب المشكلات في ذهن الطالب التي بها تزل قدمه كثيرا أن يعتقد أنه بعد العلم لابد أن يكون غنيا، لأنه حفظ لا فقر بعد وجود العلم، وهنا يصطاد ويحتال على الناس ويلعب حتى يكون غنيا. يتقرب إلى الحكام ويأخذ منهم الأموال حتى يكونوا غنيا، أو يحتال على أي حكمة يأكل بالدين. كل هذا منذ أن هو طالب بني على رأسه أنه لا فقر. والله نحن عندنا في نيجيريا أو أفريقيا بصفة عامة، بل كثير من الأوام يزعمون أن العالم الفقير نزئ من علمه البركة لذلك هو فقير، حتى يقولون على فكرة هذا العالم الفقير لم يكن برا بشيوخي، عنده مشكلة مع الشيوخ، ربما لعنوه لذلك لم يجد شيئا من الماء. هذه كلها أكاذيب كثير. حتى العلماء عالم بحق يشعر بالنقص إذا كان فقيرا، لأن الناس لا يعني لا يثقون به، يثقون بالعالم الغريب. هذا كله يعني في العصر الحديث، في القديم الأمر ليس كذلك، بل في القديم يشكون في العالم الغني، من أين وجد المال؟ من أين وجد؟ لا، الناس في القديم لا يثقون بالعالم الغني، وفي العصر الحديث لا يثقون بالعالم الفقير. كل هذا خطأ. إذن لابد أن تعرف يقينا أن الغنى شيء والعلم شيء آخر.
من الندرة أن يجمع الله للإنسان بينهما. إذا كتب الله لك أن تكون غنياً مع العلم فهذا سيكون على سبيل الندرة، ولكن لا تقول لا فقر بعد وجود العلم، يعني لازم أكون غنياً بعد العلم، أنت كده جعلت للشيطان عليك سبيلا، سيلعب بك وسيحدث معك أشياء كثيرة. مهم، فالماضي مبني على الفتح إما ظاهرة وإما مقدرة. متى تقدر الفتحة؟ إذا اتصل بالفعل أو إذا أسند الفعل إلى ضمير رفع متحرك. هذه الحالة الأولى للبناء على الفتحة المقدرة. الحالة الثانية إذا اتصل بآخره واو الجماعة يبنى أيضا على الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مثل إيه؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، هو من لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. مالوا مبني على الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. رأيت الناس قد ذهبوا، إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. والأمر مبني على السكون، وكذلك يبنى الماضي على الفتحة المقدرة إذا كان مؤتلا بالألف أخره ألف، مثل دعا ورمى مبني على الفتحة المقدرة على الألف، لكن المؤتل بالياء لا، على الفتحة الظاهرة رضيا حميا. والمؤتل بالواو أيضا بالفتحة الظاهرة مثل سروى وبزوى. والأمر أيوة فعل الأمر هذا على إيه؟ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. وإذا لم يقدر الفعل فكلام الشارح فاسد غير صحيح، لابد من التقدير، لأن الأمر دون التقدير يشمل أساليب كثيرة، يشمل فعل الأمر وهو الأصل، ويشمل المضارع المقرون بلام الأمر لينفق ذو سعة من سعة هذا أمر، ويشمل المصدر النائب عن فعل أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطائي فصبرا في مجال الموت صبرا وما نيل الخلود بمستطاع الشاهد فصبرا. هذا المصدر يدل على الأمر، فصبرا بمعنى اصبري، حتى في القرآن الكريم فضرب الرقاب بمعنى اضربوا الرقاب. ويشمل أيضا اسم فعل الأمر مثل صح بمعنى اسكت، وهو هنا وهذه الأشياء المصدر والمضارع المقرون بلام الأمر. واسم فعل الأمر هل هي مبنية على السكون؟ إذا لابد من التقدير. والأمر أصله وفعل الأمر، فيخرج المضارع المقرون بلام الأمر والمصدر واسم فعل الأمر. مبني على السكون مطلقا؟ لا، بقيد. ما هو هذا القيد؟ إن كان صحيح الآخر. يعني إيه صحيح الآخر؟ ليس في آخره ألف أو واو أو ياء فقط. نحتاج إلى علة أخرى، ولم يتصل بآخره شيء. اكتبوا هذا القيد، لأن الكلام هذا يعني المكتوب في الكتاب غير مضبوط أو غير دقيق، لابد من زيادة هذا القيد. والأمر مبني على السكون إن كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. تكملة للعبارة،
كتبتم؟ هل فهمتم وجه الزيادة؟ قال والأمر مبني على السكون إن كان صحيح الآخر. طيب عندي يفهمون، هذا صحيح الآخر ولا متل الآخر؟ صحيح الآخر. والأمر منه افهم، هذا صحيح الآخر ولا متل الآخر؟ طيب هل هو مبني على السكون؟ ليس مبنيا على السكون. افهموا مبني على حذف النون، وهو داخل في عبارة الشيخ. وكذلك عندما أقول خطابا للنساء أدعونا إلى ربكن، أدعونا إلى ربكن، أدعونا، ما إعراب هذا الفعل؟ نقول فعل أمر مبني على إيه؟ على السكون، وهو مؤتل الآخر. فهمتم وجه الزيادة؟ قال والأمر مبني على السكون إن كان صحيح الآخر. هذه العبارة تحتاج إلى زيادة، زيادة إيه؟ ولم يتصل بآخره شيء حتى لا يدخل في كلامه المضارع الذي اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، يعني الأفعال الخمسة. إذا قلنا ولم يتصل بآخره شيء، هذا القيد أخرج الأفعال الخمسة لأن لها إعرابا خاصا. طيب زيادة أخرى، أو كان مؤتل الآخر، زيدوا هذه العبارة، أو كان مؤتل الآخر مسندا إلى نون النسوة، وهو مبني على السكون أيضا. مؤتل الآخر مثل أدعونا يا فتيات، نون النسوة ليدخل الأفعال المؤتلة الآخر إذا أسند إلى نون النسوة. أدعونا ألقينا كل مبني على السكون ولا يهزف حرف العلة. نحو اضرب، هذا صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. والمثال الثاني اتقينا الله، مؤتل الآخر اتصل بآخره نون النسوة فهو مبني على السكون. إذا ممكن نعمل سؤالا لا يفهمه إلا المدقق في النحو، نقول متى يبنى فعل الأمر المؤتل الآخر على السكون؟ متى يبنى؟ معروف فعل الأمر مؤتل الآخر يبنى على إيه؟ حذف حرف العلة. إذن أنا أطرح سؤال متى يبنى على السكون؟ الجواب إذا اتصل به نون النسوة أو إذا أسند إلى نون النسوة. أو على حذف آخره، هذا عطف على السكون، والأمر مبني على السكون أو على حذف آخره. المقصود بالآخر حروف العلة. إن كان مؤتل الآخر، هذا أيضا يحتاج إلى زيادة. ماذا تزيدون؟ من يستطيع أن يزيد؟ أحسنت يا شيخ عبدالله. إن كان مؤتل الآخر ولم يتصل به نون النسوة، لأن مؤتل الآخر إذا اتصل به نون النسوة لا يبنى على حذف حرف العلة بل يبنى على السكون.
واضح؟ أو على حذف آخره إن كان مؤتل الآخر نحو أجزو أجزو وارمي واخشى. نحو أجزو وارمي واخشى. أجزو فعل أمر مبني على حذف الواو، ارمي مبني على حذف الياء، اخشى مبني على حذف الألف. ثم قال ويجوز في قوله أخل بالصورة الثالثة من صور فعل الأمر، الحالة الثالثة من أحوال بناء الأمر. الأمر يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف الإلا ويبنى على حذف النون، ولم يذكر هذا، فاكتب عند هذه العبارة بعد قوله واخشى. فات المؤلف الحال الثالث من أحوال بناء الأمر، وهو البناء على حذف النون. البناء على حذف النون، وذلك في الأفعال التي اتصل بها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، سواء أكانت صحيحة الآخر أم كانت مؤتلة الآخر لا فرق. يعني فعل الأمر مبني على حذف النون يكون في صحيح الآخر ويكون في مؤتل الآخر. افهموا صحيح الآخر. طيب ادعوا إلى ربكم، ادعوا فعل مؤتل الآخر ومبني على حذف النون، إذن لا فرق بين صحيح الآخر ومؤتل الآخر. ويجوز في قوله ومضي، ويجوز في قوله إيه ومضي الرفع والجر. الرفع والجر ويجوز في قوله ومضي في البيت الرفع والجر، وقد تحدثت عن هذا. والرفع أقيس، يعني أقيس أقرب إلى القياس. يفهم من كلام المكودي هذا أن الجر أيضا مقيس، وهذا غير صحيح. حذف آمر الجر وبقاء المجرور على جره لا يكون إلا على الشذوذ، ينقاص فقط فيما إذا كان المجرور مصدرا مؤولا، مصدر مؤول من أن والفعل أو أن والفعل، مثل وترغبون أن تنكحوهن، بعضهم قالوا أن تنكحوهن مصدر في محل الجر، بعضهم قدروا الجر وبعضهم قدروا النصب. إذن الأقرب أن يقول إيه والرفع هو القياس، يعني ما يخالفه شاذ، لكن هو قال أقياس، لأن التقدير وفعل أمر وفعل مضي، فهزف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، ومقام المضاف الرفع، فالمضاف إليه ينتقل من الجر إلى الرفع على حد قوله وجاء ربك، وأصله وجاء أمر ربك. ووجه الجر أنه هزف المضاف،
وترك المضاف إليه على جره للدلالة على ما تقدم عليه. كم ساعة الآن؟ ساعة تسعة ونصف خلاص ربع ساعة. ووله الجر أنه حذف المضاف وترك المضاف إليه على جره لدلالة ما تقدم عليه، هذا ما قاله. والظاهر أن هذا التوجيه ضعيف لأنه محمول على الشذوذ، والأقرب أن نقول معطوف على الأمر، وأظن هذا ما يقوله الشراح، صح؟ لم يؤلق صاحب الحاشية عندك يا شيخ عبد الله؟ على إعرابي ومضي. وأنت يا شيخ طارق الخضري ظاهر كلامه أنه على ما قلت. الشيخ مش طارق حكيم، الشيخ حكيم، الشيخ الخضري ماذا قال في إعرابي مضي؟ لم يقل معطوف على أمر. فمجرور طيب إن عطف على أمر وهذا هو توجيه الجر على العطف أفضل من أن يكون مجرور بالمضاف المحذوف. فهمتم؟ إذن الجر له وجهان والرفع له وجه واحد، ووجه الجر أحدهما قوي والآخر ضعيف. قال وشرط المشار إليه بقوله وربما جر الذي أبقى كما. هو ما معنى وربما؟ التقليل قلة، والقليل النادر لا يقاس عليه. يعني قد يأتي من العرب حذف المجرور وبقاء الجر، وفي شواهد حتى في القرآن قراءات شاذة موجود، ولكنه لا ينقاص. وابن مالك طبعا ليس ممن يحتج بكلامه، ليس ممن يؤخذ منه القواعد، ولكن كلامه في ذاته ليس حجة النحو. وصلت؟ وعلى كلا الوجهين فالألف في قوله بنيا للتثنية، وهذا هو الأقوى والأصح، ويجوز أن يعد ألف إطلاق على خلاف الأقوى. ثم أشار إلى المعرب من الأفعال بقوله وأعربوا مضارعا إن عريا، وأعرب مضارعا إن إيه؟ إن عريا. من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفوت، يعني أن الفعل المضارع معنى البيت هذا وما قبله، يعني أن الفعل المضارع يعرب بشرط أن يعرى، أن يعرى بفتح الراء وماضيه أريا بمعنى سلم وزنا ومعنى، أريا يعرى مثل سلم يسلم. طيب عندي يعرف، أليس كذلك؟ طيب يعرو ما ماضيه عرى وليس أريا، والمعنى مختلف. عرى يعرو بمعنى أرد يعرض، وأريا يعرى بمعنى سلم يسلم. بشرط أن يعرى من نون الإناث أي أن يسلم، نحو الهندات يرعنا،
ونون التوكيد نحو هل تقومن ولما كان نون الإناث لا يكون إلا مباشرا للفعل أي لا يوجد فاصل بين نون النسوة وبين آخر الفعل لم يقيده لا يحتاج إلى قيد ولما كان نون التوكيد يوجد مباشرا للفعل وغير مباشر وأنه لا يمنع من الإعراب إلا إذا كان مباشرا نبه على ذلك بقوله مباشر قيد للإخراج وفهم منه شكل وليس وفهم منه وفهم منه أنه إذا كان غير مباشر كان الفعل معربا ومسألة خلافية من النهويين من يرى أن المضارع الذي اتصل به نون التوكيد مبني مطلقا سواء أكان الاتصال مباشرا أم غير مباشر ومن أراد المسألة بالتفصيل فعليه بالمطولات ستجد المسألة ومن الكتب اليسيرة التي ناقشت المسألة مناقشة جيدة كتاب شيخنا الدكتور المحرساوي رئيس الجامعة له كتاب من أثر الكتاب باختلاف أولي الألباب من مسائل هذا الكتاب توكيد إعراب المضارع الذي اتصل به نون التوكيد فيه مذاهب تقريبا 4 مذاهب في المسألة من يريد الكتاب أقل من 50 جنيه وكتاب رائع جدا بالنسبة لمن يريد أن يتعمق ويتخصص في النحو وإن كان الكتاب مرتبط بكتاب سيبوي لكن كل يأخذ منه نصيبه ولما كان نون التوكيد يوجد مباشرا للفعل يعني لآخر الفعل وغير مباشر وأنه لا يمنع من الإعراب إلا إذا كان مباشرا على المشهور على القول المشهور المعتمد نبه على ذلك بقوله مباشر وفهم منه أنه إذا كان غير مباشر كان الفعل معربا سواء فصل من الفعل بملفوظ به أي بفاصل ملفوظ به نهو هل تقومان وفي القرآن الكريم ولا تتبعاني الألف ألف الاثنين والنون المشددة المكسورة نون التوكيد فألف الاثنين فصلا بين آخر الفعل وبين إيه؟ نون التوكيد فالفعل معرب وليس مبنيا ومثله أيضا فإما ترين من البشر أحدا فإما تراين الياء هنا ياء المخاطبة والنون نون التوكيد وهي فاصلة بين آخر الفعل وبين نون التوكيد فالفعل معرب وليس مبني وكذلك قوله تعالى لتبلون في أموالكم لتبلون النون نون التوكيد والواو الواو واو الجماعة قد فصلت بين آخر الفعل الفعل أصله بلى في الماضي والمضارع يبلو ولنبلونكم هذا هو المضارع هذا الفعل بني للمفعول فصار يبلى أو تبلى في القرآن الكريم يوم تبلى السرائر تبلى بمعنى تختبر تكتشف تبلى إذن هذا الفعل تبلى أسند إلى واو الجماعة فصار تبلون ثم أكد هذا الفعل بنون التوكيد فصار تبلوننا تبلوننا ف
فهذف نون الرفع، الفعل من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون، هذه النون هذفت لتوالي الأمثال، فصار تبلون، تبلون الواو واو الجماعة والنون نون التوكيد، التقى الساكنان. هل يمكن أن نهذف أحدهما؟ لا يمكن، لأن الحذف إما أن يحذف نون التوكيد ولا يجوز، لأن الزائد لمعنى لا يجوز حذفه، ونون التوكيد لا يمكن حذفها. وإما أن يحذف واو الجماعة، الضمير قوي حذفه ثقيل، وبالتالي حذف من الفعل لام الكلمة. فحذف الحرفين أو حذف حرف وكلمة من الفعل إجحاف به، يخل بمعنى، فلا يمكن أن نهذف أحدهما. طيب ماذا نفعل؟ نحرك واو الجماعة بحركة تناسبها وهي الضمة، فقيل لتبلون في أموالكم. الشاهد واو الجماعة فصلت إيه؟ بين آخر الفعل وبين نون التوكيد، فالفعل معرب وليس مبني. هذه كلها علامات على فواصل ملفوظة. الآن يتحدث عن الفواصل المقدرة أو مقدرا، نحو هل تقومن يا زيدون، مكتوب عندكم إيه؟ أنا عندي خطأ مطبعي هنا، من له نسخة كنسختي، الميم مضمومة ولا مفتوحة؟ خلاص حركوها، شكلوها بالضم، أنا عندي بالفتحة وقد صححت. هل تقومن؟ إذا كان بالفتحة فلا يوجد فاصل، تقومن خطاب للواحد، لا يوجد فاصل بين آخر الفعل وبين النون التوكيد، لكن تقومن فيه فاصل واو الجماعة. تقدير الكلام تقوموا، تقومونن، هذا هو الأصل، تقومونن. حذف نون الرفع ثم حذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين. لماذا لم تحرك هنا؟ لأنه لم يحذف من الفعل شيء، فيمكن حذف واو الجماعة هنا، فالضمة قبلها تدل عليها. وعلامة رفع الفعل في غير المباشر، وعلامة رفع الفعل في غير المباشر نون محذوفة لاجتماع الأمثال. لتبلون في المضارع مرفوع، علامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال، يعني نون مقدرة. يعني كما أن هناك إعرابا بتقدير الحركات، فهناك إعراب بتقدير الحروف. جاء الفتى، ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقولها أنذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، ليس الفتى. الفتى مرفوع، علامة الرفع ضمة مقدرة على الألف مناء من ظهورها التعذر. هكذا أقول لتبلون فعل مضارع مرفوع، علامة الرفع نون مقدرة أو نون محذوفة لتوالي الأمثال، المعنى واحد. ثم انتقل إلى الحرف فقال وكل حرف مستحق للبناء. كل حرف مبتدأ مستحق خبره للبناء، أصله للبناء، فقصر الممدودة للضرورة الشعرية. ومعنى هذا البيت أن كل حرف حقه أن يكون مبنيا. وعلى ابن مالك في هذا البيت اعتراضات من الشراح والمحشين، يذكر المكودي الاعتراض، قال يعني أن الحروف كلها مبنية، هذا معنى الجملة، ولكن منطوق هذه الجملة لا يدل على مفهومه دلالة واضحة. لأني كما ذكرت لكم في الدرس السابق،
استحقاق الشيء لا يلزم منه وجود لا يلزم منه وجوده بالفعل. كثيرا ما نستحق الأشياء ولا نأخذ منها شيئا، أليس كذلك؟ إذن استحقاق الشيء شيء ووجوده بالفعل شيء آخر. مثلا الأسماء، وكل اسم مستحق للإعراب، أو وكل فعل مستحق للبناء، لكن هناك أفعال معربة وهناك أسماء مبنية. إذن استحقاق الشيء لا يلزم منه وجوده بالفعل. هذا من أمراض الألفية التي لا دواء لها كما قلت لكم. يعني إيه مرض ليس له دواء، اعتراض ليس له جواب مقنع. لفظ الشيخ لا يدل على مراده دلالة واضحة. يعني ما هو مراد ابن مالك؟ يعني أن الحروف كلها مبنية وعبارته غير موفية بذلك، أي لا تدل على ذلك دلالة شافية وافية، لأنه التعليل يعترض على الشيخ، وكل اعتراض لابد أن يكون له دليل، لأنه لا يلزم من استحقاق الشيء لشيء لا يلزم من استحقاق شيء لشيء وجوده فيه. شكلوا لازم فعل مضارع، أين فاعله؟ وجوده فيه، والجار والمجرور من استحقاق شيء لشيء مقدم. فإن الشيء قد يكون مستحقا للشيء ويمنع منه، ليس كذلك؟ ثم قال، وهذا آخر درس اليوم، الدرس القادم نبدأ بقوله والأصل. والأصل في إيه؟ في المبني أن يسكن بإذن الله تعالى. من له سؤال فليتفضل. ما الفرق بين إناث ونسوة؟ بمعنى واحد، الإناث والنسوة. النسوة اسم جمع، والإناث جمع بالفعل، جمع أنثى، المعنى واحد، لكن النسوة جمع، اسم جمع يدل على معنى الجمع وليس له مفرد من لفظ، والإناث جمع حقيقي، نون الإناث ونون النسوة بمعنى واحد. من يقول هذا؟ ما الدليل؟ لأن يقول لأن الناس لا يشمل غير العقل والنسوة يشمل غير العقل. هذه مسألة لغوية تحتاج إلى تحقيق. تذهب إلى القواميس وتحقق المسألة وتتهفنا بها في الدرس القادم. يعني عندك على الأقل ترجع إلى ثلاثة من القواميس، تنظر إلى معنى الإناث ومعنى النسوة. أو لا نون النسوة، لأن هذه لا تشمل غير العقل. أنا فهمت هذا، أقول لك هذا الكلام الذي قاله الشيخ دعوة تحتاج إلى أن نتحقق فيها، لازم نتثبت. النسوة تشمل الأقلاء وغير الأقلاء، والإناث للأقلاء فقط، الأنثى. يعني لا يجوز أن نقول أنثى الحمار، لأنه لا يجوز أن نقول الأنثى من البقر مثلا. هذا نتحقق، هذه مسألة لغوية وليست نحوية، ترجع إلى الصحاح للجوهري وترجع إلى تهذيب اللغة للأزهري ولسان العرب. هذه الثلاثة تنظر إلى معنى إناث في مادة الهمزة والنون والثاء، ثم تبحث عن معنى النسوة في باب نون سين واو. وصلت؟ سؤال آخر؟ نعم. لا فرق بين أن يقول المعرب مبني على الفتح ومبني على الفتحة. المناقشة فرق بين هاتين العبارتين، أن يقول المعرب مثلا مبني على الفتح. لا فرق. لا فرق. لا فرق. لكن الفتحة أدق. لأن الفتحة يعني مثل كلمة، شيء واحد.
يدل على معنى مفرد في جميع الأوجه. أما الفتح اسم جنس أقرب أن يكون بمعنى الجمع، الفتح أدق ويجوز الأمر. سؤال آخر، سأل يا شيخ حبيب يسأل وكل سائل الإمام. في الزاوية يكتب في مثلا فقه اللغة أو فقه الأسرة، وفي يعني بدلا من ها تكتب تاء المخطوطة. كيف؟ يعني بتاء فقه الأسرة. فقه أها فقه أها يعني بدلا من ها ها يكتب تاء كثيرا على كذا. هذا خطأ، يعني يكتب نقطتان على الهاء. نعم. ها عين وجه. 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 نعم. ها عين وجه.